نتعرف بيكي. اسمي طبعا محمد انور، انت سنة كام؟ انا في سنة ستة. ممكن انت امنيتك ايه في المستقبل؟ نفسي اني اطلع دكتورة تكون دكتورة. ناجحة. دكتورة ناجحة. طب دلوقتي بتعملي لي بتدرسي ايه في الثانوي؟ بدرس ايه؟ مثلا بدرس علم ولا أدبي؟ علم ولا علم؟ علم. علم. يعني نفسك تبقي دكتورة ناجحة وأنت مؤهلة. بتاخدي دروس خصوصية؟ انا لا. ما بتاخديش دروس خصوصية. طب إيه رأيك في الفن المصري والحياة في مصر؟ احنا في مصر كويسة يعني لو مشي في الحياة، يعني لو مشي في الحياة كويسة مبقاش فيه اللي بيحصل اللي هي في الشوارع وكده، تكون مصر أحسن بطريقة جميلة. البنت بتأيدي مصر تكون أحسن جمهورية في العالم، صح؟ طيب خلاص، أنت بتعرفي تغني؟ ما بتعرفيش تغني. طب أنت زرت الدول الأوروبية قبل كده؟ طيب شكرا.